جولة ثانية ثمة مشاهد كثيرة في دوري أبطال أوروبا جذبت المتابعين للمباريات التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء، من بينها انتصار ريال مدريد المثير على نابولي في ملعب مارادونا في الجنوب الإيطالي وبثلاثة أهداف مقابل اثنين، وخسارة أرسنال خارج ملعبه أمام لانس الفرنسي، وبطبيعة الحال فوز جالاتاسراي التركي على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل اثنين. وأين؟ في أولد ترافورد. من جديد إليك طلحة، قلت بأن ريال أثناء الفاصل كسر الرتم، الإثارة المنتظر كان في هذا الموسم من دوري الأبطال، لأنه أمسية الثلاثاء والأربعاء والله في مستوى اشتقنا له، منذ زمن بعيد لم نشهد هذه الإثارة، لكن الريال هو الريال يا طلحة في دوري الأبطال، يعرف كيف يفوز حتى وهو سيء في يوم الصعب. نعم، أنا كنت متشائم بصراحة من وقت القرعة، متشائم من دور المجموعات، وكنت شايف أنه ما راح نشاهد فيه ندية وتنافسية وراح يكون محسوم، ولكن صدقا مثل ما تفضلت أنه الثلاثاء والأربعاء يعني شهدنا أنه إثارة اشتقنا إليها في دور المجموعات باستثناء ريال مدريد اللي أنا يبدو أنه سينهي، كان مباراة فيها إثارة لكن حسمها ولكن في النهاية حسمها، وصل للنقطة السادسة. إذن هاي المجموعة معالمها واضحة، ريال مدريد متصدر وقد يكون نابولي بالمركز الثاني هو الأقرب. مباراة هي الأجمل لريال مدريد من فترة بكل صراحة، يعني والشوط الأول اللي قدمه ريال مدريد هو الشوط الأفضل بشكل سريع، معا من بعد خروج بنزيما وعدم وجود مهاجم صريح بريال مدريد، بيعتمد كارلو أنشيلوتي على تشكيل الأربعة 4-2 دايموند اللي هو الماس، اللي هو لاعب خلف مهاجمين بيلينغهام خلف رودريجو فينيسيوس جونيور، حقق نتائج إيجابية وتصدر الدوري وحقق في هذا الشكل، ولكن كمتابع كرة قدم أنت بتنظر إلى ريال مدريد، مش أداء الفريق على أرضية الملعب، مش الفرق اللي بتلعب بهذا الرسم، صح. هذا الرسم بده عمق، بده تمريرات قصيرة أكثر، مش الاعتماد على الأطراف بشكل لعب كبير، لعب في ظهر المدافعين، نعم الأظهرة ما بتكون تتقدم بشكل كبير. من بداية الموسم حتى مباراة نابولي احنا شايفين ريال مدريد هيك، نثني على بعض الأمور ولكن مش ماشي معانا، يعني هيك كمتابعة هذا الرسم مع هذا حتى مباراة نابولي الشوط الأول هو أجمل شوط إلى ريال مدريد هذا الموسم ومن مواسم سابقة، لأنه اعتمد على أفكار تلبي هذا الرسم، والرسم بيخدم هاي الأفكار، العمق، الاعتماد على العمق بشكل كبير جدا من كروس، بعدين العمق أنت بتمتلك فيه الأسماء كروس، فالفيردي، تشاوميني وبيلينغهام، تكلم عن نجوم ثقيلة جدا في العمق، ليش روح على الأطراف؟ وهذا الرسم الماس مش موجود في أجنحة هجومية، الاعتماد بالحالة الهجومية بالثلث الأخير بتعتمد على الأظهرة، والأظهرة بريال مدريد عليها علامات استفهام من أدوارها الهجومية على وجه الخصوص والمساحات اللي تخرج خلفها. محمد يعني عفوا طلحة زميلنا محمد جبور، يعني لابد من التنويه لهدف فالفيردي، وبالفعل هو معه حق مش بس لأنه مدريدي، لكنه فالفيردي أطلق قذيفة ب 107 كيلو متر سرعتها سكنت شباك حارس نابولي، كرة غير عادية كانت. الجميل بالهدف مش ضربة حظ، مش هدف لا هو اعتاد فالفيردي على تسجيل هذا النوع من القذائف، هي القذائف اللي بيقوم فيها فالفيردي، وسعيد جدا لهذا اللاعب تسجيل هذا الهدف بهذا الوقت. نتكلم عن عن لاعب الموسم الماضي الجميع مش راضي عنه، كان الجميع، المدرب، الجماهير، الصحافة مش راضي عن أداء فالفيردي، من بداية هذا الموسم طالع بنسق تصاعدي في كل مباراة يثبت، حتى سجل هذا الهدف اللي يعتبر هدف الجولة، ولربما يكون هو أجمل هدف في بهذا الموسم من عدة بطولات وخصوصا في دوري الأبطال. فالفيردي من ناحية،
واللاعب الآخر بيلينغهام من ناحية أخرى. بيلينغهام وصفته أنا بالمهاجم الخلف المهاجم الجناح الارتكاز الوسط الدفاعي الهجومي كل شيء بيعمل على أرضية الملعب لاعب أنيق يعني خلنا نحكي شوي بعيدا عن كرة القدم لا هو يعني مرتبط بكرة القدم شخصية بيلينغهام الشخصية اللي يمتلكها بيلينغهام لاعب بيجي من بروسيا دورتموند ويثبت أداؤه وشخصيته تعامله مع اللاعبين مع الظروف مع الجماهير مع الصحافة 20 سنة هذا اللاعب قادم إلى ريال مدريد مش عشان بس يسجل موضوع الأرقام هذا نحطه على جانب قادم إلى ريال مدريد ليصبح واحد من أبرز لاعبي ريال مدريد الذين مروا بتاريخ ريال مدريد ومن أساطير اللعبة هذا هو بالفعل يعني مبشر بشكل غير عادي لجمهور ريال مدريد ولجمهور كرة القدم في عموم العالم بيلينغهام بالفعل قد يسطر لنفسه مكانة تاريخية في سجلات الملكي وهو مبشر جدا ولكن سننتقل الآن إلى شيء غير مبشر بالنسبة لك لا طلحة وليس سرا أنه بالنسبة لي أيضا عمين نحكي مانشستر يونايتد لأول مرة فريق تركي ينتصر في إنجلترا منذ 117 عاما يفعلها جالاتاسراي الذي قدم مباراة محترمة بكل أمانة لكنه استفاد من أخطاء يونايتد الكارثية يهزم اليونايتد في عقر داره ويضع اليونايتد في موقف لا يحسد عليه موضوع مانشستر يونايتد معنا بهاي المباراة خرجنا من هاي المباراة كمشجع لمانشستر يونايتد بكل صراحة كان عندي أمل بالأمس تكلمنا وبالأسابيع الماضية تكلمنا حتى عندما خسر مانشستر يونايتد بسباعية أمام ليفربول خرجنا وقلنا هناك بادرة أمل بالفريق يخسر الفريق ويصبح ترتيبه عاشر ونحن نقول أنه عندنا بادرة أمل بكل صراحة لا يوجد بادرة أمل بهذا الفريق بعد الخسارة أمام جالاتاسراي أنا المباراة مباراة كانت سيئة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فريق ما بتعرف إذا هذا الفريق في شيء اسمه لعنة لعنات ترافقه في سوء حظ غير عادي سوء حظ أنت لما تلعب تستقبل هاي الأهداف بهاي الطريقة ليش أنت أمام بايرن ميونخ بدأت المباراة بشكل أفضل في أول ربع ساعة 22 تستقبل هدف من خطأ أونانا وتكلمنا عن وضعية الهدف وتكلمنا عن الخطأ استقبال الهدف كيف تستقبل الهدف أونانا هذا الذي ضحى به اليونايتد ضحى بديفيد ديخيا من أجل أونانا يعني هذا الرجل إريك تن هاج المدرب صاحب المشروع قال أن كرة القدم الحديثة تعتمد على حارس مرمى يستخدم قدميه بشكل جيد يبني الهجمة من الخلف إلى آخره أونانا كان يتقن هذا الكلام عندما كان في إنتر وفي أياكس لكن منذ أن وصل اليونايتد هل هو الضغط مش مشكلة أونانا معا أنا عندي متأكد لو نيار في أفضل عز كان موجود مكان أونانا سيعطيك أسوأ نسخة من نيوير في مانشستر لأن الأجواء في الفريق الأجواء سيئة معه طب من يتحمل هذا الرجل أم الإدارة اللاعبون من يتحمل كل شيء في مانشستر يونايتد يتحمل رونالدو محقا الإدارة تتحمل هذا المدرب يتحمل لأنك أنت قادم من خسارة أمام كريستال بالاس شو قدمت أمام كريستال بالاس لكن اللاعبين محمي من الإعلام نعم والله خطر في بالي مورينيو عندما أحرز المركز الثاني وجاب الدوري الأوروبي مع اليونايتد يوروبا ليج قال هذا أصعب موسم في مسيرتي التدريبية كلها صدقا ما قام به الرجل بأشباه لاعبين أنذاك مقارنة مع التشكيلة المتوفرة اليوم والأدوات المتاحة لتنهاج هذا الفريق غير عادي يعني رونالدو تشعر بمقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان كان عنده جزء كبير من كلامه محق فيه طب خلينا نحكي بهاي الكلمة بكل وضوح وبكل شفافية معي تفضل ما هي واحد من المصائب اللي حصلت في مانشستر يونايتد إن أنا بقعد 3 سنوات في فريق يحتاج إلى مشروع يحتاج إلى بناء أصبر على مدرب بلاعبين أشباه لاعبين كان أحصل مركز الثاني وأنا أطلع أصفق للمدرب وللفريق أنت منهم اللاعبين الذين لا يستحقوا أنت ذكرتها ومورينيو بقرار نفسه كان يعرف أنه أشباه لاعبين أنت حصلت على الإنجاز المركز الثاني ويعتبر هو أفضل إنجاز بتاريخك اعتبرته كمورينيو أنت حر ولكن هل هذا الكلام صحي للفريق نضع مورينيو على جنب لما يأتي سولشاير وحقق نتائج إيجابية بأشباه لاعبين أمام فرق التوب 6 في الدوري الإنجليزي ويحصل على مقعد مؤهل لدوري الأبطال ويتأهل للدوري الثاني وأنت بقرارت نفسك كمشجع لمانشستر يونايتد ترى أن الفريق لا يسير بالطريق الصحيح ولا بد من كبوة تقيل ويعني تذهب بهذا المدرب وبهذا المشروع أنا مشكلة مانشستر يونايتد أن مانشستر يونايتد كان المفروض من 10 سنوات أو خلينا نحكي 8 سنوات هي تجربة مويس وبعدها مباشرة بناء مشروع حقيقي لا أبحث عن النتائج غياب المشروع من يتحمله ليس الإدارة ما نقول إحنا عشان هيك أنت بتيجي تحكي في مرحلة الإدارة في مرحلة الجماهير أجمل شيء في مانشستر يونايتد جماهيره بالأولترافورد صح هم يتحملوا مسؤولية السكوت
في كثير من الأحيان. يا رجل عطلوا مباراة ضد ليفربول واستأجروا طيارة وأطلقوها فوق الملعب وضغطوا على إدارة النادي. مع جمهور ليفربول عنده مشكلة مع ملاك النادي بسبب ثقافة مانشستر يونايتد، ثقافة المشجع اللي هو مانشستر مدينته بلده. فهمت كيف؟ ولكن لا سمعنا صافرات استهجان على أداء مدرب، على أداء لاعب، ما سمعنا اعتراضات حتى الآن. يصفق جمهور مانشستر يونايتد إلى راشفورد وهو داخل طالع، هذا راشفورد يستحق التصفيق؟ يجب أن ترفع عليه مباشرة صافرات الاستهجان والمشروع يغيب. فأنا بحكي لك تعال على نتكلم عن المدرب، المدرب يلام، المدرب يلام في مجاملة لبعض اللاعبين. مرابط أشرك ظهير أيسر وهو ليس بمركز، ما فيش لاعبين معي. ولو أنت أفضل لاعب تقريبا في العالم بالسي دي أم من أفضل خمسة بتلعب ظهير شمال، يعني فرد العضلات على بعض اللاعبين صح، و أنا مواربة مع لاعبين، مواربة مع لاعبين آخرين هاي تحملها اللاعبين أنفسهم معي، اللاعبين أنفسهم. أنا بجيب أونانا، في اثنين بيختلفوا أن أونانا كان من أفضل الحراس في العالم صح. طيب لما أنا أجيب أونانا يقدم هذا الأداء، أجيب مرابط بيخطأ هذا الخطأ، كاسيميرو قدم من بداية الموسم حتى الآن أداء كارثي، راشفورد نايم بالعسل، أنتوني ما عمل مشكلة، مرابط أجد له عذرا لأنه لسه جديد على الفريق. أنا لا أشركه بمركز مش مركزه على الإطلاق، لا ألوم مرابط، لا ألوم لا ألوم شخص، هي مشكلة عائمة في مانشستر يونايتد. إذا بدك بس أحكي لك بشكل سريع، أنا آسف جدا، 10 ثواني، يحتاج مانشستر يونايتد التجربة الوحيدة اللي من الممكن تنقذ مانشستر يونايتد هي تجربة الأرسنال مع أرتيتا. شو يعني عمل أرتيتا بالفريق؟ هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد. بالصبر على تنهاج، الصبر والمشروع تنظيف شامل، تنظيف من دون شامل. من دون نجم ذو هالة إعلامية طيب كبيرة موجودة. ذكرت بالفعل أرسنال، دعني أذهب إلى محمد حلمي راشد. أرسنال الفريق الذي يمتع يقنع في إنجلترا وينافس ويزاحم السيتي، سقط بالأراضي الفرنسية أمام لونس. الهبوط يعني متوقع في وقت ما من الموسم، خاصة إذا دخلت بطولة دوري أبطال أوروبا مع الدوري، وخاصة أن أرسنال لا يريد الابتعاد ابدا عن مانشستر سيتي، لان الموضوع صعب اذا ابتعدت عن المتصدر مانشستر سيتي. فبالتالي كان هناك بعض التراخي من بعض اللاعبين، هناك ايضا ضغط بدني، لنكن واقعيين ان هناك في وسط الملعب ظهر هذا الامر بشكل مباشر، ومع اصابه ساكا الفريق فقد كثير من القوه، لانه الفريق دائما اذا اعتمد على العمق بشكل مباشر واراد ان يلعب بقوه فنيه وبدنيه في العمق، وكان اللاعبون ايضا بضغط بدني وحمل بدني كبير جدا، سينقل اللاعب للاطراف، على الأطراف لم يظهر اللاعبون بشكل جيد، وخسارة ساكا كانت مؤثرة بشكل كبير على المباراة، والخصم قدم مباراة أيضا جيدة جدا، وحتى في 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 الدوري الفرنسي الفريق دائما ما كان مزعج لكل الأندية الأخرى، لأنه هو يلعب بعدة محاور، يلعب بثلاثة مدافعين ويلعب بأربعة مدافعين بنفس المباراة. فبالتالي أرسنال تفاجأ بعض الشيء، وكأن أرتيتا لم يحضر لقوة هذا المنافس، يعني أرسنال لعب وكانه سيلاعب بعض الأندية من الدرجة يعني من المتوسطة في البريمير ليج، وأن الفريق سيقوم بإغلاق مناطقه فقط، لكن النادي الفرنسي قام بردة فعل جيدة جدا، الفريق تنوع باللعب، وكانت خسارة إيجابية جدا لأرتيتا، وظهر ذلك بعد المباراة بالمؤتمر الصحفي، اعترف بخطأه نعم وتحمل الخسارة وقال يجب أن نستفيد منها، لأنه فعلا يجب أن يستفاد من هذه الخسارة لأنها ستتكرر إذا كان التحضير بهذا الشكل. وأيضا علامة ورسالة للاعبين أنه يجب أن تحافظ على المستوى، الثبات المستوى من اللاعبين ومن المدرب بالتحضير والجاهزية هو سبب وصول أي فريق لمراكز متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وأن يجمع ذلك بالتنافس المحلي. لانس أحرز هدف التعادل أدركه بطريقة أكثر من رائعة في مباراة أرسنال. أذهب إلى كابتن خالد سعد، أسمع هذا المساء عبارة المدرب لم يحضر جيدا، من طلحة تحدث عن ريكي، أنت أكدت ذلك، وأيضا محمد حلمي راشد، نستغرب أولئك مدربون في مستوى عالي جدا ومع ذلك يخونوا أحيانا التحضير بشكل جيد، على العكس من تشافي هرنانديز الذي حضر جيدا لسفر برشلونة إلى الأراضي البرتغالية ملعب دراغاو، عاد بثلاث نقاط ثمينة من ملعب ليس بالسهل على الإطلاق أمام بورتو، وبظروف لم تكن سهلة في المباراة، منها إصابة ليفاندوفسكي وخروجه واضطرار المدرب لإجراء التبديل. نعم حتى مع التبديل يعني برشلونة حاليا بالفترة الحالية حالاته جيدة، يعني يعيش الفريق بحالات نوعا ما جيدة، شفنا الانسجام بين اللاعبين، النتائج جيدة، في شفنا توليفة لاعبين بوجود غوندوغان لاعب ميزان في منتصف الملعب، وبصراحة عن الأفكار وأفكار المدربين أكيد المدربين يقرؤون المباريات، يعني أرتيتا لما قرأ مباراة الأرسنال هو يفكر في المباراة القادمة مع مانشستر سيتي، تشافي هرنانديز
يفكر دائما في الفريق ويفكر دائما في اللاعبين، ولكن يجب عليه أن يثبت في العمق الدفاعي. يعني تغيير اللاعبين وكثرة تغيير اللاعبين وإصابات اللاعبين، يعني ما بدنا نحكي عن 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 غيابات اللاعبين وعمل تبديل المراكز واللاعبين، لكن احنا بنحكي يجب أن يكون استقرار الخط الخلفي، وهو يعني مصدر العيش في برشلونة. برشلونة فريق يلعب بالتيكي تاكا، يلعب بالاستحواذ العالي. يعني برشلونة لما غير الجلد تبعه تماما أصبح فريق شبه عادي، لكن برشلونة بيحاول هو يرجع بالتيكي تاكا ويحاول على عمل الاستحواذ. يجب أن يكون في الاستحواذ الخط الخلفي متمكن جدا في الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، لأنه أنت بتعتمد على البناء من الخلف، من وجود الحارس مرورا بالدفاع ومنتصف الملعب. برشلونة مع تشافي في الطريق الصحيح الآن؟ نعم في الطريق الصحيح، نعم في الطريق الصحيح.